ازاي ارجع شغفي للمذاكره؟ وبما ان اصلا طبيعي المشكله دي دايما بتحصل معايا وببقى عارفه خلاص ان انا بعمل شويه خطوات فبتساعدني ان انا ارجع شغفي للدراسه مره تانية وبرجع واذاكر زي الاول، فقلت ان انا اجي واساعدكم بالخطوات اللي انا بعملها علشان ارجع شغفي للدراسه، يمكن يكون في حد محتاجها بما ان في ناس كتير جدا بتسالني على موضوع ازاي ارجع شغفي للدراسه ده. فتابعوا الفيديو للاخر علشان ممكن في خطوه تستفاد منها اكتر من خطوه تانية. ازيكم يا جماعه، انا مروه محمد، بقدم فيديوهات نصايح للطلبه وازاي ان احنا نكون اشخاص افضل. فلو عايزين تنضموا لعيلتنا كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تعملوا سبسكرايب وكمان تدوني لايك، لان ده بجد بيساعدني بشكل كبير جدا ان انا اكمل واعمل محتوى اكتر من كده. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدا بالفيديو. ولكن قبل ما نبدا بالفيديو، بما ان الفيديو اللي فات بتاع اللغه الانجليزيه ناس كتير جدا طلبت مني وقالت لي يا ريت ارشح لهم مدرس للرياضيات، عشان هناك رشحت لكم مدرس للغه الانجليزيه، فقالوا لي يا ريت ترشح لنا مدرس للرياضه، فقلت ان انا اقول لكم في الفيديو ده مين المدرس اللي تقدروا انكم تسمعوه وبعد كده نكمل الفيديو. من المدرسين الكويسين اللي لقيتهم على اليوتيوب هو مدرس اسمه اسامه سعد الله. الصراحه المدرس ده حاطط مجهود كبير جدا عنده في القناه وعامل مراجعات لكل الاجزاء بتاعه الرياضه زي الاستاتيكا، الجبر، التفاضل، وبجد هو بيعمل فيديوهات للمراجعة شاملة كل حاجة في المنهج، اللي هو فاهم دماغ الطلبة وعارف ان الطلبة عايزة بس الخلاصة وعايزة تعرف ايه الحاجات المهمة اللي ممكن تيجي في الامتحان. فبجد هو فاهم دماغ الطلبة وعارف هما عايزين ايه بالظبط وحاطط ده في فيديوهاته، ده غير انه عامل مجهود كبير جدا اصلا في القناة. دخلت كمان عنده في التعليقات عشان اتاكد لو كل الطلبة فعلا عاجبها المدرس ولا لا، لقيت كل التعليقات حرفيا كانت تعليقات ايجابية، اللي هو الحاجات دي اصلا الواحد ما بيشوفهاش عند حد. فروحوا جربوا، هتلاقوا لينك اليوتيوب بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس وكمان في اول تعليق. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدا بالفيديو. اول حاجه بعملها هو انا باخد كل الكتب والحاجات بتاعتي اللي انا هحتاجها في المذاكره وبطلع اذاكر بره. تجديد المود هي من اكتر الحاجات اللي ممكن ترجع شغفك للدراسه مره تانية، وانك تغير المكان اللي بتذاكر فيه دي اكتر حاجه ممكن تساعدك انك ترجع شغفك للمذاكره مره تانية. انا عارفه ان المذاكره بره مش احسن حاجه من حيث التركيز، وان الواحد في البيت اكيد بيركز اكتر بكتير، ولكن الواحد بيعمل الموضوع ده كتجديد شغف بس. فبطلع بره وبنزل على التليفون حاجه اسمها وايت نويز، هكتب لكم اسمها هنا، وبحط السماعات وببدا ان انا اركز في الحاجه اللي انا بعملها. غالبا بحط الحاجات اللي هذاكرها بره حاجات تكون بسيطه شويه، زي مثلا ان انا اقرا المحاضرات وابدا اطلع العناوين الرئيسيه فيها، او مثلا اسمع ريكورد واطلع كل الحاجات المهمه اللي فيه. فشوفوا ايه اللي هتذاكروه ولموا حاجاتكم وروحوا شوفوا وسط لمهيئ اصلا للمذاكره زي كافيه او مكان معمول للدراسه، واقعدوا ذاكروا بره شويه. بجد الموضوع ده بيجدد الطاقه عندك وبيرجع شغفك للدراسه مره تانية. الحاجة التانية واللي ممكن ناس كتير تعتبرها حاجة تافهة، ولكن انا الصراحة بتأثر معايا بشكل كبير جدا وبتأثر مع ناس كتير جدا، هي ان الواحد بينزل وبيجيب حاجات جديدة للدراسة، كراريس شكلها حلو وشوية اقلام شكلها حلو وستيكي نوتس والوان. الحاجة دي في ناس انا عارفة انها مش بتبقى مهتمة بيها قوي، ولكن في ناس على النقيض تماما وبتحب الحاجات دي، والحاجات دي فعلا بتساعدها على انها تذاكر بتركيز. فقالوا لنا تحت في التعليقات انتوا اي نوع فيهم. الخطوة التالتة بعرف ايه اللي ورايا، بمعنى ان انا بجيب ورقة وبكتب اسماء المواد وبكتب المحاضرات اللي اتاخدت في كل مادة او الدروس اللي اتاخدت في كل مادة. الخطوة دي بتساعدني ليه؟ الخطوة دي بتساعدني لانها بجد بتحسسني انك قومي يعني قومي من مية البطيخ اللي انت نايمة فيها دي، انت وراكي هم ما يتلم والمفروض انك تبدأي مذاكرة. وكمان ببدا ان انا ببقى اشوف المصادر اللي انا هذاكر منها، وابدا اشوف لو في ورق عايز اصوره، وابدا كمان ان انا ادخل على اليوتيوب واشوف ايه الفيديوهات اللي انا هسمعها في المواد دي. الحاجات دي بتقلل شويه فكره ان انا حاسس ان انا عندي حاجات كتير وحاسس مش عارفه ابدا منين ولا انتهي من فين. فالخطوه دي بتساعدك انك تقول لك لازم تبدا من فين وتنظم وقتك ازاي خلال الفترات اللي جايه. النصيحة رقم 4، والنصيحة دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي بجد بتأثر معايا بشكل كبير جدا وبشكل جذري، ألا وهي انك لازم تدعي ربنا ان ربنا يفتح عليك فتوح العارفين وتبدأ انك تذاكر. ادعي ربنا ان هو يرجع ويجدد شغفك للمذاكرة مرة تانية وتكون شخص مجتهد الفترة اللي جاية. ادعي كتير وقول لربنا يجعل لي بركة في الوقت، وكمان استخدم أدعية المذاكرة بجد بتأثر بشكل كبير جدا، هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس لو أي حد عايزها. كل الأدعية دي إذا كان دعائك في الصلاة أو دعائك قبل ما تبدأ المذاكرة بجد بتساعدك بشكل كبير جدا إنك تذاكر أكتر وأكتر. النصيحة رقم 5، ذاكر مع صحابك. إذا كان بقى هتفتحوا كول على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، أو إنكم هتنزلوا تذاكروا بره،
الموضوع ده برضو بيجدد شغفك للمذاكرة. انا عارفة برضو ان المذاكرة مع الصحاب مش احسن حاجة، وبرضو صعب بنحكي وما بنركزش، ولكن انت هتستخدمها بس كده دي شغف للمذاكرة. ده انت واصحابك بقى تقسموا المواد او تقسموا كل مادة اجزاء منها، بحيث ان كل واحد هيذاكر جزئية ويبدأ ان هو يشرحها للتاني. النصيحة رقم 6، ما تخضش نفسك. بمعنى انك بقالك فترة طويلة ما بتذاكرش، فطبيعي لما تيجي تكون هتذاكر لأول مرة مش هتقدر تذاكر لفترات طويلة، فلازم تكون متصالح مع نفسك بالفكرة دي وتبدأ انك تذاكر بالتدريج. يعني النهاردة مثلا تذاكر ساعتين، بكرة تزودها ان شاء الله شوية، وبعده تزودها شوية، لغاية ما تشوف ايه عدد الساعات المناسب ليك اللي انت بتذاكر فيها بتركيز وبنفس الوقت بدون تعب. الصراحة من وجهة نظري ومن واقع خبرتي والحاجات اللي قريتها كتير وتجربتي، فشايفة ان اكتر من 6 ساعات الصراحة مش احسن حاجة، فبلاش تخدعوا بقى بالفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي هو تعالى اتفرج انا وبذاكر 10 ساعات، واللي انا بذاكر 12 ساعة وانا بذاكر مش عارفة ايه. وانا تعودت ان انا اكون صريحة معاكم، ولكن ساعات بتبقى في حاجات في اليوتيوب مش بتبين الصورة كاملة او بتكذب على الناس علشان تجيب مشاهدات. فست ساعات هو عدد ساعات كافي علشان تقدر تركز وتقدر تستوعب كل الحاجات اللي انت بتذاكرها. وبس كده يكون خلص الفيديو. لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا لي يا جماعة بجد لايك، بجد زرار اللايك مش بيكهرب ولا بيعض، فانتوا مش هتتعبوا من زرار اللايك ولكن انا بتعب علشان اعمل لكم الفيديو ده. وكمان ياريت تعملوا لي سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية. كمان تقدروا انكم تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك. وبما ان مشكلة الشغف دي مشكلة ناس كتير جدا بتعاني منها، فان شاء الله هنبدأ ان احنا نرجع نعمل تحديات مذاكرة تاني على الانستجرام، ونبدأ كلنا نشارك فيها ان شاء الله ونساعد بعض على ان احنا نذاكر اكتر. بس كده اشوفكم في فيديو جديد ونصيحة جديدة. سلام. Damn. Yeah.